بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذا البرنامج مضيف أهلنا دائما أسبوعيا وفي هذا الوقت إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، حقيقة يعني إحنا في العراق وصل بينا اليأس والقنوط، ويعني ما نشوف شيء بالأفق أنه العراق راح يتعافى في ظل هذه الظروف اللي نعيشها. قالوا انتخابات وصارت انتخابات مبكرة، ووعدونا بإعادة بكشف المغيبين وإعادة النازحين والمغيبين النوب وما أدري شنو والنازحين وتقديم الخدمات، وننتظر هاي برامجهم الربع. لكن المشكلة أنهم صارت هالسعانة على الكتلة الأكبر، وهذا يجيبها الكثر هذه، وهذا ما أدري شنو، احتراضات على المفوضية، والنتيجة نفس الشيء، راح يبقون نفس الأشخاص ونفس الأسماء ونفس المسميات ونفس الصخام ونفس الويل ونفس الدمار ونفس الفساد، والله يعينك يا عراق. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور أن نلتقيكم أعزائي المشاهدين. حقيقة وجود الضيوف والشعراء يعني يعطي للبرنامج نكهة، وهي هاي هويته، لأنهم يحملون حقيقة مشاعر وقوافي ورسائل من خلال قصايدهم. فاليوم شعراء مبدعين معنا، ضيوف أعزاء، وفنان كبير أكيد تنتظرونه، فإن شاء الله راح تتمتعون بحلقة متميزة رائعة جدا. رحبوا معي بالضيوف الأعزاء، ضيوف حلقة هذا اليوم. من قال الكثير على جبور، ها، والجبور وأزهيري والعتابة والقصائد المؤثرة وحتى النبط، ابن الحويجة، ابن التيميم، ابن كركوك، ابن العراق، الشاعر والضاح الجبوري. الله محيي ابو معمر. تحيي ودوم ابو معمر، تحياتي لك والى الضيوف الاعزاء والى كادر القناه، ونشكركم على هذا الاستضافه الجميله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. ايضا شاعر متمكن ويكتب النبط قبل ان يكتب الشعبي، شاعر معروف سبق وان كان معنا في هذا البرنامج، الشاعر عبد قيس. الله محييك اخوي عبد. حياك الله عمي ابو معمر، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين، وامسي على اخواني الضيوف. وبصراحه اليوم احنا نعتبرها لحظه تاريخيه بمشاركتنا الاستاذ محمد السامر في هذه الحلقه، واتمنى ان اكون ضيف خفيف ظل عليك وعلى الساده المشاهدين. دائما خفيف وعزيز. الله محييك. الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا. مشاركه الاولى ايضا من الاخ العزيز الشاعر الدكتور قيصر العقيلي. الله محييك. حياك الله عمي ابو معمر، تحياتي لحضرتك والاخوه وزملائي الشعراء ولجميع الكادر العاملين في قناه الفلوجه الفضائيه، ونشكركم على حسن الضيافه وحسن الاستقبال، ونتمنى ان نكون على قدر المسؤوليه وضيوف خفيفين الظل، وان شاء الله نستمتع سويا بهذه الحلقه المبدعه ان شاء الله. الله محييك، واحنا نعتز بوجودك ويانا، ضيف عزيز وكبير وتحمل اللقب العلمي الدكتوراه في التاريخ، وهذه احنا اعتزازنا كبير. اهلا وسهلا بك. فنان رائع يمثل العراق امتدادا من الهور وصعودا، يمثل الساحه العراقيه الان، وسيد الساحه العراقيه في الغناء الريفي المبدع محمد السامر. حبيبي ابو معمر، حبيبي، تحياتي لك، كل الحب والاحترام والاعتزاز طبعا لك اكيد، والكادر فضائيه الفلوجه، من مونتير الى مخرج الى مصور الى مهندس صوت، وتحياتنا لابو معمر الغالي. شكرا جزيلا. تحياتنا لضيوفنا الاعزاء، نتشرف بهم طبعا ولي الشرف، واني اشكر طبعا فضائيه الفلوجه لضيافتهم لنا، اللي من خلالها نقدر نشوف ونلتقي بجمهورنا العزيز، وتحياتنا لكم. شكر خاص ايضا ما ننسى الاخوان الفرقه الموسيقيه
وربي ان شاء الله يحفظهم يستاهلون. إيه؟ من نجاح الى اخر ان شاء الله. ان شاء الله جزيلا. حقيقه ايضا احنا يعني نعتبر المشاركه للاخ محمد سامر، انت يعني هذه انت معزب للضيوف حبيبي انت الفاكهه، نعم، ووجوده مهم جدا لانه حبيبي يجسد حبيبي. ويحافظ على تراثنا الاصيل في الاداء الرائع للاغاني العراقيه التراثيه، هذا الموروث الاصيل. حضرتك انت الان تتصدر الساحه، فاهلا وسهلا بالاخ ابو اركان. حبيبي اهلا وسهلا بك، يا مرحبا لك. الله يخليك. حقيقه احنا دائما نقول البدايات للاخوه الشعراء، الاخ الشاعر وضاح الجبوري حقيقه شو نساله يجاوبنا اكثر، متدفق في العطاء ما شاء الله. الله يبارك فيك. ويمكن راح نسمع النبط بالبدايه، مو بكيفكم انتم مدللين. لا تسلم والله. تبشر تبشر ابو عمر، تبشر ابو عمر. دائما العراق الله الله هو السباق، نعم، يعني بالمراجل بالفزعة العراقي اي والله يوصفونه بالمراجل وكاد، فأقول ان حصد المراجل ان حصد المراجل حصاد السنبل بمنجال، وندحم عدانا مثل ذيب بغنم. الله الله منجال ان حصد المراجل حصاد السنبل بمنجال، وندحم عدانا مثل ذيب بغنم منجال، بنصف يضها نعوم الله الله قطعا ما رسينا بجال. اي أيوة والله. وابقى عزيز وابد ذاك النذي المرجله، واقبل وقتنا فرح يا صاح والمرجله. الله الله. ان شانك تدور إيه؟ يا صاحب هالوقت مرجله، من هنا تبدي اذا رايد تعد رجال. اسمع نعم. من هنا تبدي اذا رايد تعد رجال. الله الله. وصمت يا عراق يا وصفه، صمت يا عراق يا وصفه، تنادي ام تلعدنان، صفينا اليوم في ذله بعد ما كنا في عزه، ولا غيره بقت عدكم ولا عدكم شعور انسان. ابد والله. تشوف الحره قدامك تقضى الليل بالفزه، يا حي. وامامك طفل ببلادي يصبح بد ما سبحان، حسافه يا زمن والله ترانا بهالشكل نفسه. بس حسافه مليون حسافه. وامامك طفل ببلادي يصبح بد ما سبحان، حسافه يا زمن والله ترانا بهالشكل نفسه. عجب أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام غزاها الخوف والخذلان، وبني صهيون يحرمها شراب الماي والخبز. اي والله. تناسينا لنا تاريخ لنا مجد ولنا عنوان، طفى جمر المراجل حيف بينه ما حدا وز. طفى. تناسينا لنا تاريخ لنا مجد ولنا عنوان، طفى جمر المراجل حيث بينه ما حدا وز. نسينا منا بن خطاب الله الله وابا بكر وعلي الله وعثمان الله، ولا كنا حماة الدين متنا وما حدا عز. رضي الله عنهم اجمعين. نسينا مننا خالد الله يا سيف الله على العدوان، غيور وسفه مجرب وسط نحر الكفر حز. الله الله نعم. نسينا مننا القعقاع بو التميم مجندل الفرسان، شوفوا يا سيفه بالوظاير عب الف فارس عن الحز. الله. نسينا منا بن وقاص وبلال الاذن الاذان، مع طلحه مع زبير ومع عم النبى الحمزه. الله الله الله. نسينا احنا العقيده كشان، عدنا يرعب الطغيان، كنز عدنا وشعبنا حيف ما حافظ على كنز. يا حيف يا حيف. اذا نبقى على هالحال ونبقى على الكتمان، ندفع دية الكافر خروف وفوق هاجس. اي والله. اذا نبقى اي والله على هالحال إيه؟ ونبقى على الكتمان، نعم، ندفع دية الكافر أكيد خروف وفوق هاجز. طعم
خانع يدفع. نعم حرايرنا بسجون اوباك تتنه فزعه الشجعان. الى اي حين يمنا نهتظل ما ترتفع عجزه؟ نبي ثورة وينهم حقيقية. الله الله نبي ثورة حقيقية تفجرنا كما البركان. الله الله حمم نصبح على العادي ومنيتهم تصير أكزة. نبي خال النشام الثور على العايل طليق عنان وتاج النصر بل عزه نبي البغداد ننطرز إن شاء الله. نبي هارون قل فيها هي رجعكم مثل ما كان وصلاح الدين من عندنا يرد فزاع للغزة إن شاء الله. وصلاح الدين من عندنا يا الله يرد فزاع يا الله. صح الله لسانك. إي والله الثورة الثورة أهل تجرين تجرين ونعم. عيدوها 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 ترى الخنوع مو إن الربع وين رجال. نعم 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 هو هذا المطلوب. صح الله لسانك. تسلم والله ما قصرت فيك. إيه أخوي العزيز الشاعر أنت مبدع حقيقة ويقولها دائما جملة قالها هلال صلفيج قال أنت دائما تردد ما على الخير تخير. الله يبارك فيك عمي معمر. البداية طبعا راح تكون وطنية. الله الله القصيدة لسان حال فرد عراقي يخاطب بها السياسيين السراق. الله الله وأكرر السراق حصرا السراق. أما السياسي الشريف إن شاء الله ننقشه خليه تاج على رؤوسه. لا ندور بالمجهر بلكي نعم. نلقي خيرين إيه. كثيرين أبو عمرو. السياسي الشريف نخليه تاج على رؤوسنا وسام على صدورنا إن شاء الله. عم بمعمر إذا تذكرون مكرم السامع سابقا كان أكو ماركت أحذية اسمها مراكش. إيه فأقول مراكش مو حذاء الفكرة بيها إعجاز. مراكش مو حذاء الفكرة بيها إعجاز. موش إعجاز علمي إعجاز علمية. الطرقة ويا الجلد واللزقة والقيطان أخليهن عرض باسم الحرامية. اي والله يستاهلون. مراكش مو حذاء الفكرة بيها إعجاز. نعم موش إعجاز علمي إعجاز علمية. الطرقة ويا الجلد واللزقة والقيطان أخليهن عرض باسم الحرامية. ولكم ما شبعتم من اللغف والبوق. لا والله ولكم ما سألت شبية ما بيه. ولكم مو نشف مو وجه جرف والعين وشلت الدمع وانا بتي يومي يومية. صلف وجوهكم ما بيها قطرة ماي. ابو معمر صلف وجوههم ما بيها قطرة ماي. لا والله وانا يندي وجهي وما نشف مية. الله مو عمدا هجاء انكتبت الكلمات. لا والله مو عمدا هجاء. لا والله ان كتبت الكلمات ردت للعراق اكتب لي مرثيه بس بمنعطف شفتي وزوايا الباب ترجمت الحكي وطلعت هجائيه. الله لا تخلونا سولف واكشف المستور. من يقول الذمم من عدنا مبريه؟ انا انزعج كلش منكم واغتاظ لان اسم السياسه يغثني طاريه. اي والله ابو معمر وصلنا لمرحله نبيع بغراض البيت. اي والله وصفت حتى القيم من عندنا مسبية. مسبية سجين أرواحنا بنص سجن ما ذي باب. لا تقل العمل خو تسبق النية. لو عدكم شرف ما صار بين الصار ولا قام النبل تكبر صيانية. لو عدكم شرف ما صار بين الصار ولا قام النبل تكبر صيانية. حفاي الشعب ما عنده جكسارات. حفاي الشعب ما عنده جكسارات وانت جيوبكم للهامة مملية. لو دام الظلم تشاخلده وفرعون. نعم بس هو الظلم معروف تالية. لو دام الظلم تشاخلده وفرعون بس هو الظلم معروف تالية. أدري البرلماني هسه البرلماني ايه؟ أدري البرلماني حزام لو جلاد أشوف بصياطي يحفر ظهر يومية. اي والله بعد هذا الحكي اشتردونا مسح جوخ. لا مكشوفة جمل ما بيها رمزية. نعم أريد أحكي براحتك وأقول للسياسيين. نعم خلوها بإذنكم هاي تركية. تركية اي لحق أرواحكم خاف أن يجيكم يوم أطبعها بوجهكم ذن رجلي. اي والله وسلامتكم. إن شاء الله إن شاء الله تنطبع. والله إذا ما تنطبع هذول مو مال احترام. الله الله صح الله لسانك. تسلم والله احسنت. اي دكتور اي اخوي ايش راح نسمع؟ اسمعوا المره بيت الزهيري. الله الله قصيده للوطن.
ترتيب هذا الوطن وارقام كلهن وطن. نعم. المرتبة الأخيرة بالتعليم وبالصحة وبال... تراجع. نعم. ترتيب أيوة. هذا الوطن وارقام كلهن وطن. نعم. وبس بيك فوق الحرب دق بإذاني وطن. وحتى الطفل ما فرح وجبال همه وطن. يلبس عتيج الهدم ما لبس قوط وبدل. الله. ضحيت ما حصلت تعويض منك بدل. شقد حاولت دورت ألقالي مثلك بدل. خوف من ضيعك أبد ما ألقى مثلك وطن. أكيد. خوف من ضيعك أبد ما ألقى مثلك وطن. يا الله. مدرس بإحدى المدارس. نعم. يدرس مادة الجغرافيا، جغرافية العراق. نعم. فيشرح للطلاب قال يحتل العراق المركز الأول بأعداد النخيل. رفع إيده أحد الطلاب اللي والده شهيد مستشهد معارك العراق الكثيرة. نعم. قال له عذرا يا أستاذي ومنهجك سدة ما جاي يفتهم أي حرف من عنده. عذرا يا أستاذي ومنهجك سدة ما جاي يفتهم أي حرف من عنده. بعداد الضحايا الوطن أول صار وبعداد اليتامى تجاوز تعدى. تعدى. ياه اللي حكمنا يقلد الحجاج. نعم. والسيف تعب برقابنا يحده. حدة. على حدود الدول جيش وسياج وسور منو اللي يتجرأ الها يفوت وش حده. وحدودك يا وطن شو كانها خانج غال. ليش انت بحدودك حاب بس برده. هسه مو قبل. على حدود الدول جيش وسياج وسور غير هالشكل. منو اللي يتجرأ الها يفوت وش حده. وحدودك يا وطن شو كانها خانج غال. ليش انت بحدودك حاب بس برده. وجبناها بحزن شدة بأثر شدة. نعم. ويظل ينزف جرحنا وما حد يشده. اللي نشوفه الصبح ظهريا بشعليه. والعصر ندفن تشان ويانا يتغدى. يتغدى. وما نميز بعد بين الفرح واحزان نحط موكب حرس وتشادر بسده. يا الله. وعزرائيل اذا يحتاج عندنا رجال. والله. يتعنى علينا ويدري من رده. اي والله. ويستنقل بعد ما كتب دار ودور ودور ويختار البعد حت لحيه ما عنده. بس شباننا تشيعهم الشياب. انت اول نخيل يشيع بورده. انت اول نخيل يشيع بورده. سلامتكم. احسن دكتور بارك الله فيك. فعلا هذا واقع الحال. احسن. صح الله لسانك. تسلم. الله المبدع الراقي صوت العراق حبيبي حبيب ابو اركان. حياك الله. حياك الله. يلا صبر.
دفنة. نعم مردنا الدهر بيده وحيد دفنة وأبد ما ضال شف الفرح. دفنة إذا الميت صحيح إكرام، دفنة تعال ادفني وتكرم علي. يا الله تعال ادفني وتكرم علي. الله
وين كنا وين كان وهنا واحنا وين يا ابو معمر ويوضح ولا تفون عم ابو معمر مقارنه اي قبل وهسه اي والله خلنا نسمع بدايتها بيت ابو ذيه اقول علي يدوني والسافل يرقون هاي علي يدوني والسافل يرقون على اكتافي مصايبهم اي والله يرقون صرت تنور لاصحاب يرقون خبز شبعه وانا السطرات بي اويلي صحيح قبل ايا قبل ايا قبل يا عزاء على قبل يا محلى لمتنا اي والله قبل ايا قبل يا محلى لمتنا اصفى من الزلال واحلى طيبه اي والله عجيبه تغيرت يا ناس دنيتنا واللي يامن الدنيا في كل وقت خسره صحيح قبل كانت العين ترابي بيت التجار وتصير انت المعذب لول فوق الطاق اي والله اشو كل شي تغير ايه شنه بينا الصار لان عفنا الصحيح ونتبع التعبان اي نعم مجبرين قبل ايه قبل كان الغدر معروف بس للذيب ايه هالسعوية خيك والظنون تخيب العالم ما تشوفك ما تشوفك عينها على الجيب صحيح بس جيبك ثخين تصير شيخ فلان اي والله وقبل ايه شايب الديرة نعزة ونهابة بلا والله وإذا نسمع لفانة تفضل اطلاق ايه اشو كل شي تغير ليش شيابة معزولة وعجاية صدور بالديوان ليه مصيبة قبل ايه قبل كان الصغير على الكبير يموت نعم وعلى النية تهنى بكل حكي صدقوه هسه وياك ياكل ويدبل ماعون ايه وبس يطلع يسولف شفت عرض فلان يا الله خسو اي والله صارت قبل كان الصغير على الكبير يموت اي والله وعلى النية تهنى بكل حكي صدقوه هسه وياك ياكل ويدبل ماعون وبس يطلع يسولف شفت عرض فلان قبل كان الثواية ايه وناس معروفين هسه بكل زقاق وكل فرع شيخي شيخي بعد الرعية وين قبل كان الثواية وكلها شيوخ وناس معروفين وهسه بكل زقاق وكل فرع شيخي ايه بلوا احنا بتليه اي والله بلوا احنا ابتلينا بشيخ تل 2000 اي والله حق نجفل دلال ونكسر الفنجان يا الله نحل جسمي ولا لجدم من قال على اهلي وداخل الدلاء من قال الله الله شوف العين لا مو قال من قال ابد ما ضاء بالربعك هوى ويلي ودار جفوها هلي ايه 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 عدار عدار دارت جفوها هلي ايه ظل بيها تخمد لال اي والله ونار والنجر وبهارها وعنوانها ودلال الله الله دارت جفوها هلي ظل بيها تخمد لال والنجر وبهارها وعنوانها ودلال الله 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 حاولت انسى شكثر بس ما نسيت دلال ايه قهوة اهلنا يا حيفا ذال بدوها بدوها روس الخسيسة على الاشراف بدوها يا حيف دارت جفوها هلي من القاع بيدوها عقب المعزة وعقب ذاك الترف ولا اي مع الاسف يدنسوها هذول الانذال هلي اي والله هلي اهل المضايف هلي ودلال والنعم اهل عزة وترافة ونبل ودلال لا نعم هل شعلة على الدربين نعم ودلال وهل بكل عين كل حين عزابة جناب اي والله هل بكل حين عزابة جناب هل بكل حين عزابة جناب هل هل
هل عنوان يوم العدل من صاع؟ نعم. ولا بيهم رذيل ودني. الله. ومن صاع؟ هل حقهم يجيهم صاع؟ من صاع. من صاع؟ هل حقهم مصابع بالحساب؟ كفو والله وثلاثين نعم. هلي هلي أهل المضايف هلي وارباع. الغثهم قطعوهم صاع. وارباع. وارباع صيانيهم تشل الشيل. اي أيوة والله. مرباع وهلي مو عيب يخطون الاصوات. هلي هلي اهل الشمال ووسط وجنوب عليهم ورث الدلال. اي أيوة والله. وجنوب عدوهم بالملا قمال وجنب عشر ميال ابعد واختفى. والله والنعم والله وتعيش. عشر ميال ابعد واختفى. كفو 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 معمر والنعم والله وثلاثين نعم منك ومن اهلك. نزعل. والنعم منكم من اهلك ومن العراقيين كلهم. العراقيين مع الاسف هيك يصير بهم. الله كريم فرج الله قريب. يا اخوي عبد. هلا عمي ابو معمر. هلا والله. نقرا للوجدان. الله الله. اقول كاربت العمر وانقطع حبل الشوف. ومو لون الوجه لون القلب مخطوف. مخطوف. سلمت الحكي ولثقت وجه الليل ونسيت المحنه بخانه المعروف. كسرت القلب كسرت خشب للنار وبدأ يقت المشاعر قودة المكفوف. من عصر عشرتي يطيح الملح والزاد. اي والله. وتدفعني السوالف دفعة المشحوف. راسي على الطبر لا ما حنيت بيوم وسنين العمر ما ذللت هسيب. الله الله. عاشرت الصبر بس ما قصرت ايوب. ساعة بأثر ساعة الزمن بي يحوف. دللت الحلم من جاني ما فزيت مثل وقع الشهب كل ليلة أشوف طيوف. وصرت بلا شبه بلا شبه ما لك شيء. كعبة وهجر هالناس وصفت بس المصايب يمثراها الطوف. أزف دموعي عمدة بشارع الوجنات مثل زفة ولف والشامة الزعفوف. وصرت مثل اللي ناطر جية المسجون وعلى شوف الضحك تم ننسج الملهوف. أضحك أضحك والقفة مترس أثر طعنات. إيه؟ وحتى بصوتي تلقى من الأود دجروح. ويلي. صح محني الظهر بس ما شلت عكاز مثل طبع السنابل من يطول الشوق. والله ونعم. أنا تواردت. إيه؟ أبو معمر أنا تواردت مو بالصور. يا الله. بالصوت. الله الله. دف نبرة النايم من الصغر مبحوح. المغنت بمو زعل باب الوجه ثقلان بوجه الفرحة سدة وللحزن مفتوح. الله. شي خص الملح شنو خص الملح بلساني تلقى الصوت مملوح من سولف وعشق الملوح. الله. بستين المواقف مو بشفرة موس. الله. ومو من حلقي أنا من الخلق مذبوح. يا لطيف. طبريت الهوى ولما طلع خجلان لقى أعضاء الجسد بس ما لقاها الروح. طبريت الهوى ولما طلع خجلان يا لقى أعضاء الجسد بس ما لقاها الروح. حلو. سلامتك. أحسن. جميل جميل حلو. صح أنت الحلا عمي أبو عمرو. حلوة صح حلو. دنك. تسلم الله. إي دكتور. أي أخوي. رسالة لكل طائفي. عمر يسأل علي رضي الله عنهم أجمعين تكرهني يا أبو حسين؟ ما كرهك وحق البيت واركانه. إذا كرهك خلل معناها حسب الدين حتى الكون أحس يختلف ميزانه. أكيد. عمر يسأل علي تكرهني يا أبو حسين؟ يا الله. ما كرهك وحق البيت واركانه. إذا كرهك خلل معناها حسب الدين حتى الكون أحس يختلف ميزانه. نعم حقيقة. أشداء على الكفر بالرحمة موصوفي. نعم. أصحاب النبي ذكروا بقرآنه. الصلاة والسلام. بالسر هاجروا حرصا على الإسلام وقرارك صار وسط الكعبة إعلانه. نعم. أهاجر والسبع يلحقني للصحراء والمرتلة دزن جثة بحصانه. الله الله. يا كاسر راس كسرة مكسرة لفتكسير. ايه هي انا المشكلة. يا كاسر راس كسرة
مكسرة لتكسير ايه؟ ويا المهدم قصر قيصر وبنيانه. الله الله، عن شفك اسئلك قلي من يا طين. اه الغضب والرحمة بيك انجمعا هنا. الله، برض المعركة ينقلب شفك سيف وصحن ينقلب يم ايتام جوعانه. جوعانه ياهو القال اكرهك يا شريك الدين، واسم ابني على اسمك صار عنوانه. اي والله عمر سميت ابني، وحتى من اشتاق احسك انت عايش دوم ويانه. نعم وخطاب انت جيت لبنتي يا خطاب، وانا موافق وعرسك علي نيشانه. الله عمر يعني عمر، وبعمره ما طخ راس، وبالفاروق دين الله ارتفع شانه. الله ذرعان الاسلام اثنين انا وياك. نعم وما ينهض الدين بغير ذرعانه. ذرعانه وما ننسى الفضل كل الرسول الله. سقف البيت هو واحنا جدرانه. نعم سقف البيت هو واحنا جدرانه. وسلامتكم. الله 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 عليك. الصلاه والسلام ابو الحسنين حيدر الكرار والفاروق، فعلا هو هذا التواصل وهذه الحقيقه. ولكن فرق عويل الفارق انا الخلف بالله. أحسن صح الله لسانك. يا أخوي حبيبي أبو عمر، الحبيب أبو أركان. يا الله أخوي اختار لنا أبو خالد. لا هسه نسمعكم رست وآخر شيء أبو خالد. الله الله لا يا طبيب توهمت والجرح ما شخصت، طبعا هاي القصيدة للراحل الكبير كاظم اسماعيل قطر وإيليا طبعا. لا يا طبيب توهمت، لا يا طبيب توهمت والجرح ما شخصته، من قال انا احتاج الدواء اخذ الدواء وصفته يا حبيبي. انا رافقني وربينا سوء، انا رافقني رافقني وربينا سوا، انا رافقني وربينا سوا، ولا عافني ولا عفته، بيا حكي الما ينحكي وبيا بكي الما ينبكي. بيا حكي الما ينحكي، بيا حكي الما ينحكي، بيا حكي الما ينحكي، وبيا بكي الما ما ينبكي، بيا سوالف من زغر متعلم على السكتة. لا يا طبيب توهمت والجرح ما 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 شخصت، ها
هل الدم يحكي وتاه دربي ذاكر احباب اليوم قلبي هل الدم يحكي وتاه دربي ذاكر احباب اليوم قلبي محتاجك ومخليل قربي ذاكر احباب اليوم قلبي لا دمع رداك وإلي والعمر ما ظل بي بقية لا دمع رداك وإلي والعمر ما ظل بي بقية روحي تحيي بكم هذا ذنبي ذاكر أحباب اليوم قلبي روحي تحيي بكم هذا ذنبي ذاكر أحباب اليوم قلبي ما تعبت وضاع تعبي ذاكر احباب اليوم قلبي يا ما تعبت وضاع تعبي ذاكر احباب اليوم قلبي وسنين قلبي ما نساكو يا ما تعبت وضاعت عبي ذاكر احباب اليوم قلبي يا ما تعبت وضاعت عبي ذاكر احباب اليوم قلبي أعزائي المشاهدين مسك الختام لهذه الحلقة مع الفنان الرائد محمد السامر والأخوة الضيوف الشعراء نبدأ من الأخ أبو أركان يلا. كوني وحق الخالق البدأ
حق الخالق البيد كوني كوني استواكلت والما تقدر يا يما يا يما يا يما يما يا ولي كوني والله كوني لي الفراق خلاني والله ليالي والله ليالي الفراق خلاني كولني جمر واحتفل حتف المني 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 انا يتلولح يريني طيح قلبي ما عد احزن النوب ما عد بشب كدر وند بشيت على الراح من سائل الدمع والدم العمر ما دام لحد لا يا خلق وندام دون العزيزين عمر الجاي وش يعني فقدر نحبهم بكوم اخبار شي يعني اي والله من كثر ما مر حزن واحباب شي يعني ملتنا القبور كل يوم نحفر وندم اي والله ملتنا القبور كل يوم نحفر وندم الله اي عبد بغيابك صبر فوق الصبر ودل هم ودل هم ودل بغيابك حزن ودل قهر ودل هم من بير هم القلب للما سأل ودل هم وقل له بغيابك علي اليوم صاير سنة الله ونيران هجرك يول تسلب ذليلي سنة والله عزوا علي الفارقتهم أي سنة يا قلبي من طيبتك حت لو نسود لهم الله يا قلبي من طيبتك حت لو نسود لهم ود لهم نعم توددي لهم مع هذا تسلم اي اخوي دكتور يا ركباي مثل رك الورق دهري يا ركباي وشجاكم ما تتانوني يا ركباي انهض ما تعينني يا ركباي تخسن ويا الزمن صرتن علي تخسن ويا الزمن صرتن علي الله الله جميل ايه والله من العين كحيل العين سابيني من العين بشر لا مو بشر وصفه من العين والله من العين لا تلوموني أبد لا تلوموني من العين حظ ما سعد لي يصير لي أعزائي المشاهدين فقدت الساحة الفنية الغنائية العراقية والموسيقية رائد كبير وعملاق الكمان العراقي العازف الله يرحمه فالح حسن كان مرافق لكل الرواد من الفنانين الكبار من الرعيل الأول والثاني وحتى شارك معنا وكان مع الأخ الفنان محمد السامر
واستضفناه عدة مرات في فضائية صلاح الدين، وكان يشيد ببرنامجنا وبالفن العراقي والأصالة العراقية. رحم الله الفنان العازف الكبير عملاق الكمان فالح حسن. أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة. لا يسعنا إلا أن توجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة ضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ الشاعر وضاح الجبوري، والأخ الشاعر عبد قيس، والأخ الشاعر الدكتور قيصر العقيلي، وأيضا الفنان محمد السامر وأزل وصهيب، التنسيق والعلاقات صدام السحل، المصورين سيف العبيدي ويحيى الميزان وعلي باسل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة الاستوديو والبث خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ الدكتور ياسر صبيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.